أثر استغلال معلومات مؤكدة. وبعد وضع خطة محكمة، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة وبيع الأقراص المهلوسة. العملية مكنت من حجز كمية تقدر ب 2324 قرص مهلوس نوع بريغابارين 300 ميلي غرام، إضافة إلى مبلغ مالي يفوق 75 مليون سنتيم كعائدات إجرامية، مع حجز مركبتين استعملتا في الجريمة، بالإضافة إلى توقيف 4 أشخاص الذين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.